ماني مصدق يا ياسمين، عن جد امك وافقت؟ لا صدق ونص. وامتى ما بدكم تعوا لعنا؟ معناتها بكره. لك ليش بكره؟ هلا. قومي لقلك قومي رح جيب امي وجهي. قومي طول بالك شو الدنيا طاري. انا خايف تصلى شي مصيبه واخسرك. ها كل هالقد بتحبني فتحي؟ ايه كل هالقد وزياده. وطي صوتك ما حلوه اللي بسمعونا العالم. ايه تسمع الدنيا كلياتها. المهم انه بدي اخطبك ونتجوز. خلص انا رح اقول لبابا انه بكره رح تجي لعنا. طيب ليش مو اليوم؟ لانه ما عندهم خبر وما بعرف شو ظروفهم بالبيت. بعدين شو الفرق بين اليوم وبكره؟ ايه لطيف شو بصلتك محروقه. طيب خلص ماشي الحال. يا رب يا رب يبعت بكره بسرعه. يا رب لسه ما اجى. يا رب يبعته بسرعه بقى. طالما تاكدنا انه كلامه مزبوط والمصاري مهله شرح رجال المبلغ. وإيميلك من على كتفي لأنه لحقت شد كتفي. شايفه سيدي حتى هون متعم تعد علي. سيدي مصاري أنا كيف بدي خلصهم؟ شو ما خلصهم؟ ما قلنا لك هلا قدام سيادته قلنا لك كل أول شهر نعطيك شوي خلاص. ومرتي كيف بدها تغسل؟ إن شاء الله عمرها ما تغسل. خليكم منشئين. بالأساس هذا الكلام ما لازم تحكي فيه أبدا لأنه أنت لازم تاخذ الغسالة لمصلح، مو هيك الأصول؟ مزبوط سيدي هذا الأصول. سيدي هذا اللي صار. وطالما هذا اللي صار كل شهر بيعطيك من المبلغ اصب. يلا خلصونا. طيب سيدي انا هذا يعني اللي منفوخ بوشي هذا وشو بدي اعمل فيه انا؟ خليه هذا المنفوخ مشان تتربى، ما تمد ايدك على شغله مو لك. فهمت؟ يلا مع السلامه. يلا فهمت سيدي. يلا عجلوا عندي شغل لغيركم. سيدي بما انه مشكلتي انحلت على يدك ويعني انا حابب اخدمك، انا طالع اسمع زقزقه الكرسي تبعك، ممكن اصلح لك يا طالب تصلحوه؟ طبعا سيدي لكان، انا كراسي المديريه تبعاتنا كله مصلحه، عندنا شي 200,000 كرسي، حتى كرسي المدير العام انا المسؤول عنه. فعلا انا متضايق من زقزقته، معك عدة؟ معي عدة طبعا سيدي لك، بقشرك شرف صلحه انا على طول جاهز. تفضل اسحب لي مفكر فين سوا؟ انا هلا منبطح شغله بسيطه كثير. تفضل يا وحي. شغلة بسيطة. عيار بسيطة. شغلة عيار ما فيها شيء طلع بسيطة. جربوا سيدي، جربوا هيك شوف. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. سيدي لكي يكون العزقة تبعك محلولة. يا كيلاني العزقة بايظة سيدي. يا بيلاني العزقة بايظة سيدي. هاتوا الأفغاني وهاتوا الفلة والعصاية وابتعوا. لك ولي كيلاني سطحوا لي هالعرج المرتزع، حطوا الفلة برجله. سيدي طول بالك، صدقني العزقة تبعك كانت بايظة سيدي. أنا عصيتها زين. أنا بس لحالي هي تخينة سيدي، أنا ما بقدر عليها. ولي لك ولي طول سيدي. سيدي سيدي الله يخليك سيدي. سيدي سيدي انا العزاء بايظه تبعك سيدي. يا بوري متعب خلص خلص ما بقى صلح لهذا الشيء. ولي تاخرت. لك شو تاخرتي؟ لسه ما عدنا. ايش ناوي امي تقلب الدنيا فوق راسنا؟ بعدين يلا شد ذنبك انت حتى نضل نشوف بعضنا على طول. يلا تاخرنا. تاخرتي لانه ما بدك تدفعي. هلا مو انت عزمتني فوق قلبك حتى طلعت معه؟ صح انا عزمتك بس مو انا بدي ادفع، على اساس انت تدفعي. تفضلي. خاطرك سيدي. سيدي الباب عم ينزلزل، ابقوا زيتون. ونطابوا رجلي ان شاء الله بدي ارجع اعملكم صيانه لكل المخفى. ولي الله لا يوفقك يا ابو تحسين. يخرب بيتك على الاستفاده، اهل الشرطه في خدمه الشعب. الله لا يوفقك على هالخدمه. ولي اسفار رجلي. ولي 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 يا امي يا امي يا امي يا لطيف يا لطيف. شبك ابو فهمي شو صاير لك؟ روحي عني كله منك. يبعث لي 100 حمى. ليش شو صار يعني؟ شو عامل انا؟ شو مساوي؟ حبينا لنخدمه ان شاء الله عمره ما بينخدم.
وري يا رجلي مولي. فوزية شو تبرني يا عيون فوزية اللي شو بدك؟ روحي سخنيني شوية مي. ايه بدي ارفع عليه دعوة مهما كلفت. منو هاد اللي بدك ترفع عليه دعوة؟ هلا روحي سخنيني مي وحطيلي عليهم شوية ملح. لا على فكرة الملح انا شفته بحلقة تلفزيونية انه بيرفع الضغط وفي له مدار وفي له ملح. لك بلعي بدي احط الملح على رجلي ما بدي ابلعهم. روحي ايدك روحي قولي فيك شي؟ لا تخافوا ماما ما في شي، بس انا ناطت من قرنه عاليه تقول من شي 100 متر نازل لبخ على اسفار رجلي. لكوني سلامتك بابا. الله لا يسلم فيك ولا عظمه يا ابو تحسين. حظك من السما تقبرني، كنت عم سخن شوية مي مشان اعمل معكرونه. هاتي خذ تقبرني. هات لشلحك. لا تقدري جنابات لزقانين برجلي من ضرب الخيزرانه، فايته خيطان الجنابات بصفر رجلي. اشعر بدني هلا بنعاون يمكن بتحل الخيطان مسحه. تشتش يعني قصدك؟ توبرني مطرح ما دي رايح ما دخلي لك. تعال اقول لك مانك شايف حالتك شلون عم تتنوت هيك مثل النمر الوردي؟ عود ارتاح توبرني. تعال ما راح ارتاح لحتى ارفع عليه دعوه وعند احسن محامي كمان. انت شو صاير لك؟ صاير لعندك شيء؟ هلا بدك ترفع دعوه على الحكومه؟ نعم. ليش شو دخلوا بالحكومه؟ هلا ابو تحسين من عامه الشعب ولا من الحكومه؟ من مين ما كان يكون، المهم بدي ارفع عليه دعوه وارجي انه هي الفلقه اللي اكلتها انا ما بتمرق بلوشي. حدا يعرف انا مين؟ بس اسمعني، بس اسمع كلمه، ما راح يطلع معك شيء لانه ما في محامي راح يرد عليك. صدقني تعال بكره بتشوفي. تركيني هولي اخ. عامل شو هلا من كل عالم بدك انا نروح ما ناخده معنا؟ لك من نص عقلي اي مالي مستعد خاطر واخده معي لو شو ما صار يصير. بيزعل اخوك من دون شي ناوزي. يا امي الله يخليكي، شبنا صرنا حاكين بالقصه الف مره، خلص ما حاخده معي. انا ما رح روح معك، وضحني اذا رحت وما رديت عليه. ايه خلص مو مشكله، بروح لحالي، بعتبر بالاصل انه انا ما عندي اهل. وصدقيني يا امي اذا ما رحتي معي فعلا مالي راجع على البيت. امي الله يرضى عليك مشاني، خلينا نروح وناخده معنا. انا هالمره بضمن لك يا انه ما يفتح تمه ولا بكلمه. لك يا امي يا امي شو تضمني وما تضمني؟ هاد ما بينضمن بنوب هاد، بعدين كلها خطبه. خلص بكره بالعرس الك علي لاعزمه له واهله وعيلته وحارته. منيح هيك امي منيح. الله يصلحك يصلح اخوك، ما بقدر اقول غير هيك. تفضل. إذا عندك شوية زيت يا ريت زيت لك ياه لهذا الغار. أي أي قولي 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 يا رجلي. السلام عليكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل يا صاحبي. الله يزيد فضلك، منيح اللي قلت لي اقعد لانه صدقني ماني قادر اوقف على رجلي بنوب. خير؟ الله يجعلك بخير، اخي انا جاي ارفع دعوة. دعوة على مين؟ على رئيس المغفر اللي عنا. على رئيس المغفر؟ ايه. وشو عمل معاه؟ سلخني نقف الدين فلقة، خلاني ما اقدر اوقف على رجلي. هيك بدون أي سبب؟ بدون أي سبب. أنا حبيت أخدمه، كرسي فارط ما له لا رجلين ولا إيدين ولا شيء. شافت عصائي بأيام. زبطت له اياه وركزت له اياه من احلى ما يمكن، هو ما عرف يعود، ما ادري شو سوى له، فقس شغله، فرط الكرسي، قال لي انت اللي فرطته، قلت له مو انا اللي فرطته، بعصطحني بالارض ونزلوا فيي قتل، وين بجيجع؟ معناتها مشان الكرسي، حضرتك مصلح كراسي؟ لا موظف. موظف، موظف وين؟ تحت بالبلد، بالمديريه. وشو طبيعة عملك؟ آذن على باب الله. مشان هيك اكلت فلقة، لو كنت مسنود ما باكلها، بس بدي ارجي هذا الدرويش اللي على باب الله شو بيقدر يساوي؟ طول بالك بتحصل كثير. انا رح انصحك يا ابو، ابو شو بلا زغرة؟ ابو فهمي. انا رح انصحك يا ابو فهمي. انا ما بتفرق معي برفع الدعوة، بس بتمط وبتشط، وهات يا جلسات، وهات يعاقبوه او ما يعاقبوه. شو يعني؟ لكان نتركه هيك نازل فلقات بالعالم، نقر فلقات بدون ما حدا يرده؟
لا انا بروح على المخفر وبحذره وبهدده كمان، هيك منيح؟ ما انفش قلبي، فكري غير هيك انا. لا هيك منيح. سيد ابو فهمي. نعم. شو رايك ما انك على باب الله تشتغل عنا هون المسا بعد الدوام؟ هون؟ انا شو بدي اشتغل هون؟ مثل وظيفتك. آذن بتساوي شاي، ومكاتبنا بتنظفها وبترتبها كمان، وانا بحكي مع زملائي مشان نعمل لك معاش مرتب، شو رايك؟ يعني بس هي الشغله دائمه ولا مؤقته؟ هذا بتوقف عليك، اذا عجبتك الشغله وارتحت معها قد ما ضليت نحن بنستمر معك. يا سيدي كتر خيرك، وين بدي الاقي انا مثل هالوجوه هي الطيبه؟ بس يعني انا امتى ابدا؟ من بكره اذا بدك. والعده؟ كل شيء جاهز عنا، مو ناقصنا غير ايديك الحلوه تشتغل. يا سيدي كتر خيرك، خلص من بكره المسا تلاقيني عندك. اهلا وسهلا. كتر خيرك يا استاذ. مع السلامه. سدي على خبريه ابو رجلي.